المتسابق فارس منو؟ فارس الحربي. جهزوك صورة من بدري سبيشل، مجهز صورة من بدري سبيشل. تعال تعال لا تمشي، تعال 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 لا تجاوب، تعال تعال. لا لا والله انا متعمد اللي حاط لي السؤال يدري اني ما مشعل. دقيقة مشعل من المعبدات، مشعل في احد علمه بالمايك؟ ما اعرف الكورة شيء. في احد علمه؟ حلو استريح. ابرك ما اعرف الجواب. ما راح يقول لك سؤال، راح يجيب لك سؤال نفسه. عطنا السؤال مشعل. غير الكورة تكفى. هو نفسه جاوب عليه ولا ما تجاوب عليه؟ هي مجموعتكم كم؟ صفر صفر. يا تنقذهم يا اغرقهم. يا تغرقهم باذن الله. انقذهم. متاكد؟ نعم. تتوقعون نغلقكم ولا نغرقكم زياده؟ عارف التعزيز هذا، عارفه كويس. عطنا عطنا الصوره مش عطنا الصوره طلعتوها. ما اسم هذا اللاعب؟ فؤاد انور، خميس العويران، ياسر القحطاني. لا تنحنحون يا ولد، لا تنحنحون. هذا قبل لا ولد. لا يا شباب لا لا، اللي اسمع حتى لو كان غلط ترى بنخصم عليه الجواب، حتى لو كان غلط بنخصم عليه عن طريق الاداء مو من عندي انا. شوف عندك ثلاث اسماء: فؤاد انور، خميس العويران، ياسر القحطاني. لا كم باقي؟ 15 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد انور. فؤاد انور. مشعل جاوب فؤاد انور ونقول لك الف مبروك يا جماعة. حلو. الحين لا يا ولد انتم صفر، وين تصفق معاهم؟ كفو. ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير. طيب هناك نقطة عارف القلي، وهنا صفر. لا امزح امزح، نقطة وهنا صفر للأسف الشديد. عطوا الاسم الثاني المجموعة الثانية ونقول عطونا منو؟ عبد العزيز صقر. صفقوا صفقوا ما صفق صفق. طيب شوف ترى كل ما له اللعبة كل ما له وتصير أصعب 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 أصعب. أنا سنة سنة أصعب أصعب. طيب يمكن يطيح لك سؤال صعب، يمكن يطيح لك سؤال سهل. محمد طوار وين؟ من رايح؟ حلو الا حقرب يا الله على حساب قدرات اقرب. يلا طيب اعطونا الصوره الخامسه صح او ساته. طيب ابشر. يقول مالك دخل زعلان طلعت لك الصوره. ايه في لا دقيقه، هاي ديزني لاند. في اي دوله توجد العاب ديزني لاند؟ عندك امريكا السنين دي، دقيقه فرنسا، اسيا. تفضل. كيف دولتين موجوده في دولتين؟ هذه الصوره هذه. لا 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 لا، الاسم اللي ذكرته موجود في دولتين ديزني لاند. لا لا العاب الالعاب ديزني لاند موجود دوله واحده، مو موجود بدولتين. موجود المعلم. دقيقة، المعلم موجود بدولة ثانية. لا لكن الألعاب، لا الألعاب مدينة ترفيهية موجودة في دولتين. طيب الدولتين مذكورة هنا؟ أوكي موجودة خلاص. خلاص يعني أنا فوق ماني مسهل تعذب. طيب الحين معك جوابين صح وجواب خطأ، يعني يمكن تطيح على الجواب الخطأ عاد ما أدري. أمريكا، فرنسا، آسيا. آسيا آسيا. نقول لك ألف مبروك جواب خطأ. آسيا. يا أخي تقولي دولتين، يقولي دولتين صح.
تقول دولتين. طيب موسم الرياض الاسم لو سمحتوا يا عيال استريحوا، ترى في خصم على تقطع اصوات، استريحوا واستمتعوا بالفقره. طيب عطنا المتسابق السادس يا مشعل. ايه مجموعة الثالث. لا وين وين انس؟ تحس نفسك شخصين يعني؟ حي من جاب الفناجيل والدله. عشت. منو شو اسم المتسابق السادس؟ عيد اسمه مره ثانيه. المتسابق هزاع. سابقوا. والله المجموعه هذيك تصفق للكل. انتم ما تصفقوا لهم ليش؟ طيب عطنا الصورة السادسة يا مشعل. شوف هذا، شوف شوف هذا الشخص. طيب معالي الوزير فهد عبد الرحمن الجلال، هو وزير قطاع الاقتصاد، التربية والتعليم، الصحة، الاقتصاد. متأكد؟ متأكد؟ ألف مبروك جاب خطأ. الاقتصاد. الحين منو متقدم؟ منو متقدم؟ تعادل. أنت بكم؟ مش قاعد تسجل معاي؟ طيب منو متقدم الحين؟ مجموعة الليلة هناك. لا هناك اثنين. لا اثنين واحد هنا. اثنين واحد صفر. لا مشعل هناك اثنين صح؟ هناك واحد، هناك اثنين. ايه هناك اثنين وهنا واحد. حلو يا عيال، فيها 3000 نقطة يا عيال. فيها ما في عندكم ثقافة يا عيال. ترى يا ويلكم يا ويلكم. بس طيب عطنا المجموعة الثالثة. لا عطنا الاسم السابع. لا المجموعة الأولى، احنا أخذنا المجموعة الثالثة. عطوني المتسابق.